كثيره من الاحتلال. وهي قريبين لاهل قيصري يعني بحبوا التجاره والصناعه ثمن المنفعه يعني. أيوة ثمن المنفعه يعني يعطوا في السوق المركزي في الخليج على شارع الشهداء. هذا بيت ولا يا زين؟ لا من جد أمسني زيارة تتمية جدًا جد تركيا يلا جينا بوش قلبك. أنا والدته لياسر دعيس وبتمنى يعني من الله هيك إنه ربنا يعاود يرجع بتمنى من الله إنه ربنا يعاود يرجع شمال ياسر لهوني ويعاود يرجع هو ومرته لأنه ربنا يعني حق له هذا إنه وين الزلمة بيعيش مرته تعيش معه اللي يرجع لبلده ولوطنه ولأهله. أنا حقيقي يعني أزكي اعتبرتها كأنها حقيقي بنتي لي حقيقي بنت وبنت يعني أخلاق عالية وبنت مربية وبنت خلوقة ودينة ما شاء الله عليها وملتزمة. يعني أنا تمنها راحت من هون يمكن شهر هي يعني شهر وأنا أبكي على فراق على طلعتها هي وزوجها وما كانتش تفارقني يعني دائما تنزل عندي كأني أنا اللي خلفتها لأزقه كأنها بنتي حقيقي. فهو حياته بين إخوته وبين أبوه وبين أمه وبطالب من الرئيس رجب طيب أردوغان إنه هو اللي يقدر يساعد إنه هذه حق مواطنة تركية لازم تاخده وحق ابني. فيش دولة يعني فلسطينية اللي تقدر تدخل ابني ياسر واليهود يعني أنتوا عارفين شو يهود يعني الحل من تركيا. طلعت شافت امها قعدت 15 يوم صارت بدها ترجع على بيتها. سامي بعديها انا بعديها في كمان اصغر محمد. ابني حب انه يرجع هو وزوجته يعيش مع اهله عنا هون في فلسطين لكن كان الامر صعب كتير عليه انه يقدر يجيب زوجته مع انه هذا بالاصل حق لكل انسان في الدنيا لكن بسبب انه القانون او الحكومات الحكومة الاسرائيلية انه ما قبلت انه تدخل زوجته لهذه المدينة وتعيش مع زوجها فكان هذا السبب الكبير انه يصير تشتت هذه العائلة. واحنا طلبنا انه نعمل لها لم شمل. جلست هذه البنت عنا هوني عاشت تقريبا سنة ونصف وفي اثناء هذه الفترة قدمنا كل ما يطلب منا من إجراءات ومن أوراق ومن كذا حتى إنه تأخذ لم شمل لكن ما حصل قبول من الجهات الإسرائيلية إنه تأخذ لم شمل. بعد ما تزوجها ابني عملنا إجراءات حتى إنه ندخلها عنا هوني لفلسطين. كانت صعبة بشكل. اتوجهت لمحامية اسمها ليات سيمث في القدس وهذه المحامية يعني حاولت كتير وبالآخر يعني في آخر الأمر طلبوا منا إنه ندفع 30,000 شيكل كفالة على دخولها لعنا. أنا قلت لها يعني هذا الأمر صعب كتير وهذا أنتوا اللي بتطلبوه يعني مش طبيعي. هذا حق الأصل إنه هو يحصله حق إنساني. يعني أنا بتوجه لكل الجهات اللي بتقدر إنها تساعد وكل الجهات اللي عندها يعني بتدافع عن حقوق الإنسان وبتوجه للحكومة التركية وبتوجه للرئيس رجب طيب أردوغان إنهم قديش بيقدروا يعني يساعدونا في هذه المسألة.